صوتكم العلاني صوتكم العلاني كلنا حاجينا كلنا حاجينا كلنا حاجينا كلنا حاجينا ونخدمونا كاملة ونخدمونا كاملة ونخدمونا كاملة ونخدمونا كاملة ولاد مشونا كاملة ولاد مشونا كاملة ولاد مشونا كاملة ولاد مشونا كاملة. الموت ديال الاستاذ حجيلي من طبيعه الحال نحمل الدوله المغربيه من خلال البيانات ديالنا كامل المسؤوليه، لان هناك فيديو يبين بان التدخل القمعي هو الذي ادى الى مقتل الحجيلي، والان باقي تنطالبوا بفتح تحقيق حول هذا الملف الذي تم تمصوره ويعطى المزايا. كانوا تيتبشحوا بان القضاء نزيه ان يتفتح تحقيق وتم المعاقبه ديال الجنات والكشف عنهم بشكل مباشر، والجنات راه معروفين يعني لا داعي اذا رمت، وبالتالي هذه قضيه كذلك اخرى غادي نطالبوا بها، وهي نقطه في ملف مطلبي ديالنا اللي هو كشف الجنات الحقيقيين لحجيلي ومقاضتهم امام الراي العام، لا ان ينفلتوا من هذه الجرائم التي تنضاف الى سلسله من الجرائم التي وقعت عليها الدوله المغربيه بابصمها ديال اصابع الخمس. تحيه لكل مرابط الاعلام الشريفه والاطارات وكل فاعلين، تحيه. نحن عائدون الى الشارع والميدان والى النضال، وان السلسله ستكون صاخبه بالنضالات، والسبب بطبيعه الحال هو تنصل الوزاره من كل التزامات ديالها في الحوار الاخير اللي كان 13 ابريل. وبالتالي من هذا الموقع يعني كأساتذة فرضان التعاقد نطالب بفتح حوار جاد ومسؤول، ليس الحوار اجل الحوار ولكن حوار يقوم بتفعيل المطلب الوطني ديالنا اللي هو الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه بنظام اساسي لوزاره التربيه والتعليم، الحق في الحركه الوطنيه للاساتذه، وكذلك ضد ترسيب الاساتذه باجراء انتقامي، وكذلك يعني ارجاع المنحه ديال الفوج 2019 الفوج الاساتذه المتدربين، وكذلك ضد اقتطاعات جائره للاساتذه على ازاله هذه الاجره. وبالتالي في الوقت اللي كنا تنتظروا حوار جد مسؤول من قبل الحكومه لفكه الملفات، نجد ان الحكومه نجت الى منحى اخر اللي هو التضييق على الحريات، وكذلك يعني ارسال تهديدات لمجموعه من الاساتذه والموسيقيين. أنا شخصيا توصلت باستدعاء من قبل الضابطة القضائية بأزيلال برفع دعوة من مديرية أزيلال بإعاز من الأكاديمية ديال جهة بنيمة الخنيفرة، وهذا مؤشر خطير جدا يندير بانفجار الأوضاع ولا يبعد عن الاستقرار. نحن فقط نطالب باستقرار مهني.